من بيروت معي عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني دكتور أمين وهبي. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور أمين. الحريري كلنا نعرف بأنه قبل بالعودة إلى رئاسة الوزراء من أجل الحل ومع تعيين الرئيس ميشيل عون، ولكن طفح الكيل فيما يتعلق بممارسات حزب الله. هذا ما اختصار ما قاله والوضع أمس عند استقالة الحريري. الآن هناك كلمة لنصر الله أمين عام حزب الله، طبعا يدين فيها الاستقالة ويقول بأنه كان له القدرة، كان في قدرة للحكومة على الاستمرار. مما يتخوف الحزب الآن بعد ما حدث أمس؟ أي حزب؟ حزب الله. حزب الله يريد أن تبقى الأمور في لبنان مستتبة له حتى يتفرغ ل الدور الذي يؤديه في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي البحرين وفي أي ساحة تحددها له السياسة الإيرانية. وبالتالي هم يعني بعد أن يعني سلبوا من الدولة اللبنانية الجزء الأساسي والأهم من صلاحيتها، وبعد أن صادروا قرار الحرب والسلم، وبعد أن فرضوا على الدولة اللبنانية واللبنانيين بأنهم يريدوا يحاربوا حيث يشاؤون وساعة يشاؤون وأينما يشاؤون، يريد أن تستتب الأمور بهذا الشكل حتى يتفرغ لتنفيذ السياسات الإيرانية على مستوى الساحة العربية بالمجمل. طيب، كان في حديث واضح في يعني بوضع جديد منذ أمس. المملكة تتحدث طبعا عن بتر يد إيران في المنطقة، إن كان في اليمن من خلال ذراعها الحوثيين، وإن كان في لبنان من خلال ذراعها حزب الله وما إلى ذلك. إلى أي درجة حزب الله اليوم قادر على مواجهة ما سيحدث؟ يعني سنرى في الايام المقبله. حتما حزب الله يتعرض للكثير من الضغوط، وهو يعرض ايضا الوضع اللبناني الى الكثير من المشاكل. يعني بسبب سياسات حزب الله هناك مصادره لسياده الدوله، هناك مصادره للكثير من صلاحياتها، هناك حاله تفرض على اللبنانيين ضمور اقتصادي وعدم نمو في الاقتصاد الوطني بنسبه بطاله عاليه. يعني الأمور القادمة أو الأيام القادمة إذا لم يعيد حزب الله حساباته وإذا لم يضع في رأس أولوياته مصلحة لبنان واللبنانيين، أنا أعتقد بأن هذا سيؤدي. هل من بوادر أصلا تجعلنا نفكر حتى تفكير بأن حزب الله ممكن أن يعيد حساباته؟ لا، أنا لا أعتبر ذلك، لأن حزب الله لصيق التصاق كبير، وهو متصل التصاق عضوي بالسياسات الإيرانية. وأعتقد بأن القرار الإيراني لن يسمح لحزب الله أن يتفرد أو أن يعني يضع أولويات لبنانية في رأس أولوياته، وإلا لما كان الإيرانيون دفعوا ما دفعوا ووظفوا ما وظفوا من الإمكانيات. بظل كل هذا يعني كيف، اعذرني بس سؤال أخير دكتور أمين، بظل كل هذا كيف هو اليوم وضع لبنان؟ إلى أي درجة هناك خطر في البحرين؟ اليوم دعت الكل رعاياها إلى مغادرة لبنان وإلى فورا وإلى عدم التوجه إلى لبنان، والموجودين هناك إلى المغادرة فورا. حتما هذا الوضع كما قلت لك، هذا التشنج، هذه السياسة من قبل حزب الله التي تسيء لعلاقات لبنان العربية. نحن كنا نفتخر وحريصين جدا على العلاقات البينية بين لبنان ومجمل الدول العربية، والتي يعني كانت خير تعبير عن المودة والاحترام المتبادل بين لبنان والدول العربية. سياسات حزب الله والتصاق حزب الله بالسياسات الإيرانية وتدخل حزب الله في شؤون الدول العربية تسيء إلى وضع لبنان، إلى علاقات لبنان، وتسيء إلى الاقتصاد اللبناني، وتحارب اللي يعني تهدد لقمة عيش اللبنانيين داخل لبنان وخارج لبنان. أنا أشكرك جزيلا. من بيروت كنت معنا عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني دكتور أمين وهبي.